هلا ايفريون، حياكم حلقة جديدة اتسمي بوي يو سكيلز. فالحلقة ان شاء الله راح نسوي مشروع وايد كبير، وانا وايد متحمس ان اراويكم هالمشروع. فلا تنسون لايك اشتراك وكومنت. في شيء؟ معلم فيك تحرك بموقف السير؟ يا اخي شو بيعمل هذا؟ مين مسكر الشارع؟ دقايق بس دقايق، قاعد يسوي رندر. تعال تعال تعال. اعطيه هذا وخله يتحرك. بس ليش؟ ولا كلمة، خذها واختفى. اوكي جماعه، هذا هو اللابتوب الجديد اللي راح نستعرضه اليوم، لينوفو ليجن 5 برو جيمنج. طبعا جمال هذا اللابتوب الخارجي لا يغرك، لان جمال الداخلي راح يعجب. 16 جي بي رام، 1 تي بي بلس 1 تي بي اس اس دي، وانفيديا ار تي اكس 3060 يا حبيبي. وهذا الوحش عليه معالج من الجيل الثاني عشر، يعني يب هذا هو المعالج الجديد. احلى شيء في هذا المعالج هي تركيبته الهجينه. هذا المعالج عليه بي او اي كورس. وشو البي او اي يا سكيلز؟ البي اختصار كلمه بيرفورمنس اللي هي الاداء. طبعا هذا الكور من اقوى ما قدمته شركه انتل في معالجاتها على الاطلاق، وهو مصمم للحصول على افضل اداء من الثريد الواحد ايضا، الاستجابه فعاله وسريع للوظائف الثقيله نوعا ما مثل الجيمنج وتصميم 3D. اما الكور الثاني اللي هو كور اي، وهي ماخوذه من كلمه افيشنت، قدم اداء عالي للمهام اللي تتطلب استخدام ثريدات متعدده، مثل يعني لما تسوي رندر للصور. وايضا اذا كنت مثلا فاتح وايد برامج في نفس الوقت، هذا الكور راح يساعدك انك تشتغل على راحتك باداء ممتاز. الحين المعالج هو اللي يحدد نوع الوظيفه ومتى يشتغل وعلى اي كور. انت اللي اخترعت مدير للتوجيهات راح يوزع الكورات على المهام المطلوبه في الوقت المطلوب، وهذا الشيء راح يأثر على حالة البطارية وعلى اللابتوب بشكل عام. أما بخصوص الرامات DDR5، هاي التقنية جديدة ومتوفرة مع معالج الجيل الثاني عشر، ضيف عليهم الدعم PCIe من الجيل الخامس، يعني لابتوب مواصفات قوية وما عليه خوف من المستقبل. وفي شيء وايد حلو اللي هو الواي فاي 6. هذا الواي فاي 6 تقنيته جدا جميلة، أسرع من الواي فاي العادي بثلاث مرات، يعني بدون تشويش وبدون صدعة راس انك تستعمل اسلاك وغيرها، فجدا عملية لما تكون مسافر مثلا بسيارة مثلي. لكن لازم يكون عندك راوتر يدعم موزع الواي فاي 6، وتقدر تشبك اللابتوب على شاشات 4K مع استخدام اكسسوارز ثانية باستخدام كيبل واحد فقط اللي هو ريفيرسبل كيبل. فعلى خلاف الاجيال الماضية، انتل هالمرة خذوا طريق جديد. بالعاده انا اهتم لموضوع الاتصال او اضافات تساعدني اني اخلص شغلي، لكن مع وجود معالج الجيل الثاني عشر يوفر لي اداء مناسب اي نوع من الاستخدام. طبعا لو كنت محتاجنا للالعاب او التصميم او حتى للبثوث المباشره، باختصار هذا المعالج جدا خرافي، جدا رهيب، وايد جميل. سامحوني انتل، هذا اللابتوب بيروح معي.